رشيد كيدز شو هو عرض الأطفال. جاتني الفكرة أول مرة ملي حسيت بأنه كاينة اون دوموند كبيرة على هاد العروض ديال الأطفال اللي ما كايناش في المغرب، لأن كاين خصص كبير في هذا الميدان هذا. بحكم أنني اشتغلت مع الأطفال لمدة طويلة من خلال برنامج عالم فريد وأيضا في رشيد شو، جي غوسي بوكو دونفون في الموسم اللي فات. وهذا الموسم قررت بأنني ندير هذا العرض هذا اللي الحمد لله لاقى استحسان الجمهور. لاحظت اليوم التفاعل ديال الاطفال كبير، وانا عندي حب كبير للاطفال صراحه، يعني كنحس براسي لانهم سون سانسير الاطفال، يعني داكشي اللي في قلبهم تيقولوا وتعبروا على الفرحه ديالهم والحب ديالهم بشكل تلقائي. فالحمد لله اليوم كان العرض متميز، عجب الناس الحمد لله، ولاحظنا بانه مازال الناس باغين يشوفوا العرض. هذاك الشيء علاش قررنا ان نديروا عرض ايضا في العشيه، وعندنا في مراكش لو 2 ماي ان شاء الله. دونك الناس، هذه رساله كنقولها للناس ديال مراكش اللي بغاو يشوفوا رشيد كيدز شو، ما عليكم الا تجيو عندنا ان شاء الله لمراكش القصر المؤتمرات نهار 2 ماي ان شاء الله. شو عجبني بزاف، عجبني هادشي كله اللي داروا. غنقول لهم كنصحكم تجيو، هو عجبني بزاف، داروا فيه داكشي زوين، جانا زوين بزاف، عجبنا السبيكتاكل وبغيت وعجبنا بزاف، كنحييه وعجبنا داكشي بزاف. قول شكرا ليهم. اليوم رشيد ربحني اللعبه وبقيت متخاطف معاه متخذتها. شكرا بزاف وكيعجبني بزاف. سي تري انتريسون، الدراري استافدوا عجبهم الحال، و سي تري جول. نقول لهم يجيو يتفرجوا ويستافدوا ويجيو يحضروا لي سبيكتاكل ديال رشيد شو. انا اليوم معكم في رشيد شو كيدز، هذه المشاركه ديالي جات من بعد ما صادفني رشيد في البرنامج ديالو رشيد شو، وبقات واحد العلاقه ديال الصداقه اللي هي زوينه. جيت اليوم باش كناكد للجمهور اللي كيشوفنا المشاركه ديالي في لا تورني كامله اللي غادي تكون بسبيكتاكل ديالي ديال لا ماشي. نقدم لكم امير، المدير ديال البنك سميتو الشعبي. اش من بنك ليد انا الشيطان المدير. انت مدير ديال اش؟ وكنشوفك انت في عند، قالوا لي عندك شركه. لا خويا، خويا انا قد قدك. ايه شحال عندك؟ انا عندي تليفون كبير. اها شحال شريتي؟ شتو بدك الفلوس اللي عطيتيني؟ شحال عطيتك؟ 100 درهم. عطيتك 100 درهم شريتك تليفون؟ على 100 درهم شريتك تليفون؟ 100 درهم يلاه تشريك بوشيطه. بوشيطه؟ وراه شريت بها بوشيطه. هكاك مزيان. كي داير الاحوال؟ لاباس عليهم. غتصوم في رمضان ياك؟ اييه. شحال من ساعه؟ ربعات. ربع ربعات. مزيان. شنو تقول للناس ديال شوف تي في؟ نقول لهم السلام عليكم. تهلاو في راسكم. اون ديريكت من ستوديو ديزاربيمون لو سبيكتاكل رشيد كيدز
كيدز شو مع لي زونفون رشيد.